هل تغير الموقف الروسي تجاه اليمن؟ وهل سيفضي تماما لرفع الغطاء السياسي للميليشيا في المحافل الدولية؟ سؤال ستجيب عنه الساعات والأيام المقبلة. منذ الاستقلال بحسب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فإن موسكو أكدت دعمها للحكومة الشرعية وقطع تواصلها مع الميليشيا. قبله أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن موسكو تدعم تنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن تجاه اليمن. تطور الموقف الروسي جاء متناقضا مع مواقفه السابقة، فمنذ اللحظات الأولى للانقلاب واجتياح العاصمة صنعاء قابل الروس الرفض الشعبي والسلطات الشرعية بالتشكيك والجحود، فرفضوا حتى مجرد إدانة الانقلاب على السلطة. بل ورت موسكو في عهد لافروف وجهة نظر خاصة بها تجرم الحرب وتنحاز إلى الميليشيا قولا وفعلا غير مبالية بأية أبعاد أخلاقية أو إنسانية، فظلت بعيدة عن الموقف الدولي الموحد إزاء ضرورة إنهاء الانقلاب ورد الاعتبار للسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي. ومع اشتداد الحرب وتوسع رقعتها وتقدم قوات الجيش والمقاومة على الأرض، دعا الروس ميليشيا الحوثي والمخلوع للدخول في محادثات السلام، لكنهم لم يطلبوا منها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة، ثم أعلنوا دعمهم لمهمة المبعوث الدولي لليمن، دعما لم يكن أبدا على حساب الغطاء السياسي في المحافل الدولية والذي بلغ ذروته في تصلب الروس وعدم تصويتهم على مشروع القرار الخليجي المقدم إلى مجلس الأمن الذي تضمن إدراج زعيم الميليشيا ضمن قائمة العقوبات في إبريل من العام الماضي، وهي خطوات اعتبرت سببا في إطالة أمد الصراع وإراقة مزيد من دماء اليمنيين. لطالما كانت موسكو محطة الوافدين من تحالف الميليشيا وجسر تواصل مع طهران الداعم الرئيس للحوثيين بالمال والسلاح والموقف، ولطالما كان الموقف الروسي عامل خلل في الموقف الدولي الموحد تجاه اليمن واعتبرته الميليشيا غطاء سياسيا في مجلس الأمن باعتبار موسكو ضمن الدول العشر الراعية للفترة الانتقالية والتسوية التي انقلب عليها تحالف الحوثي وصالح.